تمثل اليوم الانتخابات عملية ديمقراطية لانتخاب مجموعة من أعضاء الجدد في النقابة من رؤساء شعب ومن أعضاء ضمن كل شعبة بشعبتها. تمثل هذه العملية عملية انتقالية نوعية لتغيير واقع المهندس لما يعاني حاليا من تدهور في ضياع بعض الحقوق التي يحتاج قانون يسند أو مؤسسة قانونية تسند وتدعم المهندس. فتمثل النقابة اليوم المؤسسة التي ستعمل على دعم المهندس في كافة المجالات سواء كان في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي. نخطو هذه الخطوة بالترشيح لمجلس نقابة المهندسين فرع كربلاء من أجل رفع الظلم والحيف عن المهندسين الكربلائيين بصورة خاصة والمهندسين العراقيين بصورة عامة، حيث أن المهندس العراقي لا ينال أبسط حقوقه حقيقة الأمر من وفق ما أقر له القانون النقابي وفق ما أقر القانون المهندسين الموحد. من ضمن البرامج الانتخابية انطرحت من قبل المرشحين تحسين وضع المهندس، إقرار قانون حماية المهندس، مخصصات المهندس، توزيع قطع أراضي تشمل النقابة، هاي كلها أنه يعني هاي الشريحة نقابة المهندسين عانت من النظام السابق، كذلك لم تلقى الأمور الجيدة بعد سقوط النظام. إن شاء الله بالأيام المقبلة وخلال هاي الممارسة الديمقراطية نحدث تغيير بالوجوه الشابة والوجوه الجديدة إن شاء الله.